لبعدهم عن الوطن ولا الوضع المضطرب الذي تعيشه البلاد منعهم من الاحتفاء بمناسبتي 26 سبتمبر و14 من أكتوبر بافتخار يليق بعظمة المناسبتين. أبناء الجالية اليمنية في تركيا وتحديدا في إسطنبول رددوا النشيد الوطني ورفعوا الأعلام وترنموا بأنغام الأغاني الوطنية والشعبية احتفاء بالعيدين. ويأتي احتفالنا دلالة على تمسك شعبنا اليمني في الداخل وفي الخارج بأهداف هذه الثورة وباستكمال أهداف هذه الثورة. ودور الجالية اليمنية في تركيا في هذا المجال أن تحيي هذه الذكريات حتى يكون هناك ارتباط وثيق بين الجالية حتى لا ينسوا وطنهم، لا ينسوا أبطالهم. الحفل الذي نظمه مجلس شباب الثورة والهيئة الإدارية للجالية اليمنية حضره سفير اليمن في تركيا وعدد من الدبلوماسيين والبرلمانيين اليمنيين وقيادات من مجلس شباب الثورة وكذا الطلاب والصحفيون، وتخلله العديد من الفقرات الفنية. من المهم أيضا أن نؤكد أنه الاحتفال هذا السنة مهم أكثر أهمية من أي وقت مضى، لأننا الآن ندافع عن الجمهورية وندافع عن الاستقلال، وبالتالي نحن في ثورة مستمرة. الحاضرون والكلمات التي ألقيت خلال الحفل أكدت على عظمة المناسبتين وضرورة استلهام اليمنيين لمبادئها مع نضالهم المستمر في تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورتان. حين يسكنك الوطن فأنت لا تبتعد بل تعيشه بكل تفاصيله، وحين تمر ذكرى 26 سبتمبر أو 14 أكتوبر على يمني فليس له إلا الاحتفال. وهذا لسان حال كل يمني في هذه القاعة. شروق القاسمي، لقناة بلقيس، مدينة إسطنبول التركية.